السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث بالمدارس الصناعية قسم الحاسبات وقسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في مادة الرسم الفني. إن شاء الله النهاردة هنحول مع بعض دايرة إلكترونية كبيرة شوية، ويمكن اتكررت في الامتحانات قبل كده. دايرة بتحتوي على 2 آي سي و2 ترانزستور، وهنضيف ليها دايرة تغذية باستخدام 4 موحدات. يمكن في الحلقات اللي فاتت كنت عرضت ليكو الخطوات اللي احنا بنتبعها في تحويل الدوائر الإلكترونية، وعرفنا ازاي لما بنيجي نحول الدائرة الإلكترونية من الدائرة العملية للدائرة النظرية بنمشي بخطوات بالترتيب. لو اتبعتها ان شاء الله مش هتغلط، وهتقدر ان انت تحول الدائرة بتاعتك كويس. طيب خليكم معايا كده. الدائرة طبعا اللي احنا هنحولها النهاردة زي ما احنا شايفين كده قدامنا، الدائرة بتتكون من ايه؟ في عندي 2 دائرة متكاملة اللي هي IC1 وIC2 و2 ترانزستور اللي هم مكتوب عليهم Q1 وQ2، وطبعا بقية العناصر بقى اللي في الدائرة زي ما احنا شايفين مقاومات ومكثفات وثنائيات. لما نيجي نحولها زي ما اتفقنا قبل كده ان اول خطوة بنعملها نقرأ السؤال كويس عشان نعرف هو عايز ايه بالظبط. فالسؤال عندي بيقول لي شكله بيبين الدائرة التنفيذية المطبوعة لمكبر باستخدام دائرتين متكاملتين IC1 وIC2 والترانزستورين Q1 وQ2، والمطلوب استنتاج الدائرة النظرية لهذه الدائرة مع إضافة دائرة تغذية باستخدام 4 موحدات وذات جهد مستقر. طيب كده احنا عرفنا ايه اللي مطلوب من الدائرة، ان احنا هنحولها للدائرة النظرية ونضيف لها دائرة تغذية. طيب الخطوة الثانية كنا بنعمل ايه؟ بنبدأ نحدد الشريحة بتاعة الموجب وشريحة السالب ونظللهم بلونين مختلفين زي ما اتفقنا قبل كده. نبدأ نشوف كده شريحة بتاعة الطرف الموجب زي ما هو قدامنا اهي، مكتوب عليها ايه؟ موجب قدامنا واضحة. أبدأ أظللها بلون أحمر كده، والشريحة زي ما احنا شايفين اتفرعت برضو ونزلت علشان تغذي الترانزستور اللي هو Q2، فبرضو نظللها. طيب هل الجزء ده بس هو الطرف الموجب؟ طبعا لا. طب عرفنا منين؟ في عندك لسه IC ولسه في IC تانية، المفروض ان هم بيتوصلوا برضو بجهد التغذية، يعني محتاجين في طرف منهم لازم يوصل للطرف الموجب فوق. فانت لو بصيت كده هتلاقي المقاومة اللي هي R6، المقاومة دي بتبقى مقاومة تجزئة للجهد. بعدها الشريحة اللي بعدها نزلت كده راحت لمين؟ للطرف رقم 7 في الاي سي رقم 2، وراحت برضو للطرف رقم 7 في الاي سي رقم 1. يبقى الشريحة ديت كده هناخدها هي كمان تبع الموجب علشان تقوم بتغذية الاثنين اي سي. نظللها كده لحد ما تقف عند الرجل رقم 7 في الاي سي زي ما قلنا اهو، والناحية التانية برضو. كده احنا حددنا الشريحة بتاعة الموجب. نبدأ نشوف الشريحة بتاعة الطرف السالب، وزي ما هو قدامنا برضو مكتوب عليها ايه؟ سالب فوق اهيت. هبدأ ان انا اظللها برضو بس بلون مختلف معايا باللون الاخضر مثلا،
عشان تبقى واضحه قدامك وما تتلخبطش. الشريحه ديت نزلت كده برضو معاها. وراحت للطرف رقم 4 في الاي سي، تمام، وكملت برضو نظللها لحد ما الشريحه توقف. وراحت برضو غزت الاي سي الثاني للطرف رقم 4. بس وصلنا لنهاية الشريحة اهو لحد ما وقفت كده، ظللناها كلها باللون الأخضر قدامك. يبقى كده حددنا شريحة الموجب وشريحة السالب. طب الخطوة اللي بعديها نبدأ نبص للعناصر اللي موجودة عندي في الدايرة ونبدأ نحدد أنواعها إيه قبل ما نرسم. في عندي زي ما قلت 2 اي سي. لو أنت بصيت كده للدايرة المتكاملة اللي قدامك ويمكن برضو رسمته دواير فيها نفس النوعية بتاعة الاي سي ده، هي هتلاقي الطرف رقم 1 والطرف رقم 5 والطرف رقم 8 مش متوصلين، والطرف رقم 7 رايح للموجب و4 رايح للسالب. على طول يجي في بالك المكبر التشغيلي، وطبعا التوصيلة بتاعته بتبقى ثابتة وسهلة. لما بتيجي انت بقى ترسمه الطرف رقم 2 و3 دول بيبقوا الدخل بتاع الاي سي، فبترسمهم ناحيه الشمال، والطرف رقم 7 للموجب بيطلع لفوق، والطرف رقم 4 في الاي سي سالب يبقى هينزل لتحت، والطرف رقم 6 بيبقى هو خارج الاي سي، وده طبعا هيبقى ناحيه اليمين. طيب بص بقى على الاي سي الثانيه، هتلاقيها برضو زيها بالظبط، الطرف رقم 1 و5 و8 مش متوصلين، عندك الرجل رقم 7 رايحة للموجب و4 رايحة للسالب، يبقى على طول هتبقى نفس التوصيلة بتاعت الاي سي الاولى، يعني الرجل رقم 2 و3 دول هيبقوا ناحية الدخل، و7 رايحة للموجب و4 هتنزل للسالب، والطرف رقم 6 خارج الاي سي علشان يروح لمين بعد كده؟ للترانزستور اللي بعده. نشوف بقى الترانزستور نوعه ايه. الترانزستور اللي قدامك الطرف المشاع بتاعه اللي هو مكتوب عليه E اللي هو الإميتر معاه مقاومة اللي هي R8 ونازلة للسالب، يبقى معنى كده الترانزستور ده نوعه إيه؟ طالما المشاع متوصل بالسالب يبقى نوعه NPN، يعني لما تيجي تحدده في الرسمة السهم اللي هيتحط على المشاع يبقى للخارج، يبقى السهم البره يعني. الترانزستور التاني برضو نفس الكلام، هتلاقي الطرف E اللي هو المشاع رايح لمين؟ معاه مقاومة اللي هي R10 ونازلة معاها موحد اللي هو دي 3 ونازلة للطرف السالب برضه، يبقى معنى كده الترانزستور الثاني برضه نوعه ايه؟ NPN، يعني برضه هتعمل السهم بتاع المشاع للخارج. كده احنا قدرنا نحدد معالم الدايرة خلاص ونوع العناصر اللي موجودة فيها اللي هي الاي سي والترانزستورات. نبدأ ان احنا نوصل بقى بعد كده، نمشي خطوة خطوة من بداية الدايرة، نحولها كروكي طبعا، وبعد كده بتحول الدايرة في اللوحة بتاعتك بالمقاسات. أول خطوة هنعمل إيه؟ بنحدد طبعا طرف الموجب فوق والطرف السالب لتحت، واعمل حسابك ان في دايره تغذيه فهتسيب لها جزء من الاطار. في الغالب في الامتحان بيقول لك حول الدايره
في اطار 35 في 25 مع اضافه دايره التغذيه في نفس الاطار. يبقى انت بتعمل البرواز بتاعك الاطار بتاع الدايره كلها 35 في 25، وبعد كده بتقيس 7 سنتي من تحت من اسفل من الاطار نفسه وتسيبهم لدايره التغذيه. يعني بالشكل ده لو انت عملت الاطار بتاعك كده من البدايه من فوق لحد تحت دي كده 25، هتسيب كده من تحت حوالي 7 سم كفايه وخد خط كده. الطرف اللي فوق دوت هيبقى هو الموجب والطرف اللي تحت السالب، والجزء اللي تحت خالص ده هيبقى دايره التغذيه. نبدأ نرسم العناصر الأساسية. بس هتبدأ طبعا ترسم خط كده أفقي في النص عشان تحدد عليه العناصر بتاعتك. هنرسم أول حاجة مين؟ من البداية الأي سي رقم 1، وزي ما اتفقنا شكل الأي سي طبعا كلنا عارفين بنرسمه إيه؟ مثلث. الشكل ده، واكتب اسم الاي سي، اي سي رقم 1، والاطراف بتاعتها زي ما احنا حددناها دلوقتي. قلنا الطرف رقم 2 ورقم 3 دول ناحيه الداخل يبقوا على اليسار اهمت، ادي طرف واكتب عليه رقم 2، والطرف الثاني 3. الطرف رقم 7 زي ما احنا كنا لسه بنقول رايح لمين؟ للموجب اللي هو باللون الاحمر ده، يبقى تطلع من الاي سي كده لفوق على طول للطرف الموجب واكتب عليه 7. الطرف رقم 4 زي ما انت شايف اهو متوصل ايه بالشريحه اللي باللون الاخضر، يبقى على طول رايح للطرف السالب، يبقى تروح واخد طرف الرجل رقم 4 وتنزل للسالب على طول. والطرف رقم 6 زي ما قلنا هيبقى هو خارج الاي سي يعني ناحيه اليمين. نبدأ بقى نمسك طرف طرف من الاي سي ونوصل العناصر اللي موجودة معاه. عندك هنا ما بين الطرف رقم 2 و 3 في موحد اللي هو دي 1. طيب نرسمه اهو. نمسح الخط اللي كنا عاملينه ده. الموحد طبعا كلنا عارفين شكله بيبقى عبارة عن ايه؟ مثلث. وادي الموحد اتجاهه باصص لفوق يعني الكسود بتاعه لفوق مع الرجل رقم 2 ونكتب اسمه دي 1. طب عرفنا اتجاهه ازاي؟ بص كده على الرسمة، الطرف اللي فوق اللي هو متوصل مع الرجل 2 مكتوب عليه ايه؟ موجب. يبقى معنى كده اتجاه الموحد هنا باصص لفين؟ لفوق ناحية الرجل رقم 2. بعد كده من الطرف رقم 3 نازل فيه مقاومة اللي هي ار 2 ونازلة للطرف السالب. اهو العنصر اللي ترسمه اشطبه على طول عشان ما ترجعلهوش تاني. ننزل من نفس الطرف ونحط المقاومة اهوت رقم كام؟ ار 2. فوق من الطرف رقم 2 في مقاومة اللي هي ار 1 اللي هي ار 1 ورايحة لمين؟ متوصلة من الرجل 2 وراجعة رايحة للرجل 6 اهو زي ما انتم شايفين كده. ادي المقاومة ار 1 طرف منها متوصل مع الموحد اللي هو مع الرجل 2 في الاي سي، والطرف الثاني رايحة للرجل رقم 6، دي مقاومة تغذية خلفية يعني بتبقى متوصلة ما بين الخارج وراجعة للداخل.
ببساطة جدا اهي، هتروح واخد طرف يطلع لفوق كده، وادي طرف من عند الرجل رقم 6 فوق، وبعدين وصل بقى المقاومة ما بينهم اهو. ويكتب اسمها على طول R1. مقاومة اللي اترسمت نشطبها على طول بالقلم الرصاص كده ونشوف عنصر تاني غيرها. فاضل ايه عندك؟ الرجل رقم 6 معاها ايه؟ امشي معاها كده، المكثف سي 1 اهو، من الرجل رقم 6 رايحة للمكثف سي 1، والطرف التاني بتاع المكثف رايح لمين؟ للمقاومة ار 3، والمقاومة ار 3 رايحة للرجل رقم 2 في الاي سي التانية. يعني معنى كده ان الرجل رقم 6 اللي هي خارج الاي سي الاولاني معاها مكثف ومقاومه ورايحه لداخل الاي سي الثاني. تعالوا نرسمهم على طول. ادي نرسم المكثف الاول اللي هو سي 1 اهو، والمكثف ده مكثف ثابت ملوش قطبيه يعني، وبعدين المقاومه ار 3 والمقاومه ار 3 زي ما اتفقنا رايحه للرجل رقم 2 في الاي سي الثانيه. طيب نرسم بقى الاي سي الثانيه اهو، ممكن امشي كده على نفس الخط وبعدين اروح راسم الاي سي التاني اهو، وانزل بيها انزل بالمستوى بتاعها كده ايه؟ سنتي كده، والشكل بتاعها هيبقى احسن اي سي رقم 2. طيب لو ما جاش في بالك تعمل كده عادي مفيش مشكله، ممكن ترسمها على نفس المستوى بتاع الاي سي الاولانيه، بس الطرف اللي هو بتاع المقاومه ار 3 كنت هتطلع بيه لفوق سنتي وبعدين تروح لمين؟ للاي سي. دي الرجل رقم 2 والرجل رقم 3 هي اللي تحت، ولو بصينا زي الاي سي الاولانيه بالظبط، الرجل رقم 7 طالعه فوق للطرف الموجب والرجل رقم 4 نازله للسالب. يبقى ناخد طرف من فوق على طول اهو كده ونكتب عليها رقم 7، الطرف الثاني لتحت دي الرجل رقم 4، و6 زي ما اتفقنا هي خارج الاي سي تبقى على اليمين. طيب بص كده، الرجل رقم 3 معاها ايه؟ هي نازل معاها مقاومة اللي هي ار 5 ونازلة للطرف السالب الشريحة اللي باللون الأخضر، اوعى تنسى. يبقى ناخد كده من ايه؟ من الطرف رقم 3 اهو، وهنزل بيها لتحت المقاومة ار 5. ونشطبها ونشطب المكثف سي 1 وار 3 اللي احنا رسمناهم. عندك المقاومه ار 4 متوصله ما بين الرجل رقم 2 ورايحه الطرف الثاني للرجل رقم 6، يعني مقاومه تغذيه خلفيه زي المقاومه ار 1 اللي احنا رسمناها في الاي سي الاولاني. يعني هناخدها كده من الطرف رقم 2 اهو واطلع بيها لفوق، والطرف الثاني مع رجل رقم 6، ونحط المقاومة بينهم. R 4. ها؟
نشطبها من هنا. نبص بقى للرجل رقم 6 اللي هي خارج الاي سي، رايحه لفين؟ معاها مكثف اللي هو سي 4، وبعدين المكثف ده رايح لقاعده الترانزستور كيو 1. طيب نرسمها. طرف رقم 6 زي ما قلنا مع المكثف، اهو نرسم المكثف الاول. اللي هو سي 4. وبعد كده رايح لمين؟ لقاعدة الترانزستور زي ما قلنا. ادي رمز الترانزستور. وزي ما اتفقنا الترانزستور دوت كان نوعه ايه؟ ها؟ ان بي ان زي ما قلنا، علشان الطرف المشاع اللي هو الاميتر معاه مقاومه ونازل للطرف السالب، يعني معنى كده السهم يبقى للخارج اهو. نرسم بقى المقاومه اللي مع طرف المشاع بالمره اللي هي ار 8. ادي ار 8. قاعده الترانزستور كان معاها مقاومه اللي هي ار 7 وطلعت فوق للطرف الموجب، وتحت موحد اللي هو دي 2 ونزل للطرف السالب. نرسمهم بالمره. ادي المقاومه ار 7 وننزل بيها كده لقاعدة الترانزستور، وانزل لتحت علشان احط طرف الموحد اللي هو دي 2، وناخد بالنا ان الموحد دوت اتجاهه باصص لفين؟ لفوق. الكاسود اللي هو العلامة الخط اللي موجود فوق ده بيحدد لي اتجاه الثنائي او الموحد، يبقى كده اتجاهه باصص لفوق. نشطب كده على الموحد دي 2 وعلى المقاومة ار 7 والمكثف سي 4 اللي احنا رسمناهم والترانزستور. طيب لو بصينا هنلاقي مجمع الترانزستور معاه ايه؟ مقاومة اللي هي ار 9 وطالعة فوق للطرف الموجب. طب نرسمها بالمرة اهو. يبقى ياخد كده طرف المجمع واطلع بيه لفوق، ونرسم المقاومة ار 9 والمقاومه اللي مع القاعده كان اسمها ار 7. طيب من طرف المجمع هنلاقي رايح لمين بقى؟ لقاعده الترانزستور الثاني اللي هو كيو 2. يبقى نرسم الترانزستور الثاني على طول. هياخد من طرف المجمع كده من فوق او طرف، ويروح للترانزستور الثاني. حاجه من اثنين، يا اما انك ترسم الترانزستور الثاني على نفس الاستقامة بس تاخد الطرف دوت اللي هو من مجمع الترانزستور الأولاني وتنزل بيه عشان يروح لقاعدة الترانزستور الثاني، أو ممكن تروح حاطط الترانزستور الثاني فوق على مستوى أعلى شوية وهيبقى شكله كويس برضو لو أنت عايز تقلل في المسافة شوية. ادي الترانزستور الثاني اللي هو اسمه كيو 2، الترانزستور الاولاني كان اسمه كيو 1. نوع الترانزستور ده برضو زي ما احنا قلنا في الاول، طرف المشاع معاه مقاومه اللي هي ار 10 ونازله معاها موحد اللي هو دي 3 ونازله للطرف السالب.
يبقى معنى كده المشاع رايح للسالب يبقى على طول ان بي ان، يبقى السهم بتاعه لبره اهو. هاخد بقى الطرف بتاع المشاع ده وانزل بيه رايح لمين؟ احنا لسه قايلين المقاومه ار 10 وتحتيها الموحد دي 3. ادي المقاومه ار 10 الموحد دي 3 بقى. ناخد بالنا العلامه اللي مكتوب عليها موجب، ها الطرف اللي مكتوب عليه موجب لتحت، باصص لتحت، يعني معناه ان الموحد ده اتجاهه فين؟ ها رايح للسالب، يبقى باص لتحت، يبقى الكاسود بتاعه لتحت. يبقى كده رسمنا الموحد دي 3 والمقاومة R 10. طيب طرف المجمع فوق متوصل مع الموجب على طول، يعني بسلكة اهو. في عندك مقاومة R 11 رايحة لفين؟ ها متاخدة برضو من نفس الطرف بتاع المشاع اللي هو طرف المقاومة R 10 ورايحة لطرف الخارج اللي هو الأوتبوت. يبقى ناخدها كده من فوقيها اهو من طرف المشاع اللي هو نفسه طرف المقاومه ار 10. حاجه من اتنين، يا اما انك ترسمها نايمه كده افقيه كده وتاخد منها طرف على طول للخارج، الكلام ده لو اللوحه معاك ايه فيها مكان لسه والاطار كبير. طب ما فيش مكان، يبقى انت ممكن تروح حاطط المقاومه ديت جنب المقاومه ار 10 اهي عشان توفر في المسافه شويه كده بالشكل ده، تمام. والطرف الثاني بتاعها اهو، ها هتسيبه كده وبعدين تروح واخد سلكة صغيرة كده من تحت من الطرف السالب برضو، ها واكتب هنا بقى ما بين الطرفين دول الاوتبوت يعني الخارج بتاع الدايرة، والمقاومة ديت ما ننساش اسمها ايه ار 11. طيب نشطبها. فاضل عندنا ايه؟ ما ترسمش لسه، في مقاومه فوق اللي هي ار 6 ها زي ما انتم شايفين متوصله فين بقى، مكانها فين في الدايره؟ هي صحيح متوصله مع الموجه بس لازم نحدد مكانها صح. الطرف اللي على اليمين بتاعها متوصل مع مين؟ مع ار 7. والطرف اللي على الشمال رايح لمين؟ للطرف اللي رايح للرجل رقم 7 في الاي سي. بص انت بقى هنا كده، ادي الرجل رقم المقاومه ار 7 فوق اهي، والطرف اللي رايح للرجل رقم 7 في الاي سي اهو، يبقى المقاومه دي تتحط هنا. نمسح مكانها كده. عشان ما نسيبش الخط دوت ماشي في قلب المقاومه. ارسم بقى المقاومه زي ما احنا قلنا ما بين المقاومه ار 7 اهي. كده ورايحة مكملة بقى علشان تغذي بقية العناصر اللي في الدايرة بالطرف الموجب، واكتب اسمها R6. طيب نشطبها من هنا من الدايرة. في حاجة لسه ما اترسمتش؟ اه بص كويس كده، في عندك مكثف فوق اهو لسه ما شطبناهوش C3، وفي مكثف تاني اللي هو C2. طيب المكثفين دول مكانهم فين في الدايرة؟ لو بصيت كده هتلاقي المكثف سي 2 طرف منه مع الشريحة اللي باللون الأحمر يعني مع الموجب، والطرف الثاني مع الشريحة اللي باللون الأخضر يعني مع السالب، يبقى المكثف ده ما بين الموجب والسالب. طيب المكثف الثاني اللي جنبه سي 3 نفس الكلام، طرف مع الموجب وطرف مع السالب. في مكان عندي في الدايرة في البداية اهو في جزء فاضي لسه ومفيش دخل للدايره، ففي الحاله دي اقدر ان انا ارسم المكثف ما بين الموجب والسالب على طول مفيش مشكله وشكل الدايره هيبقى كويس. لكن لو كان في عندك دخل للدايره هنا طرف داخلي يعني، فما كانش ينفع ترسم المكثف وتنزل بيه وتعمل تقاطع مع طرف الداخل، فكنا بنعلقه، يعني ترسم المكثف فوق وتعمل له علامه ارضي.
لكن هنا احنا مش محتاجين طبعا نعمل كده، لان زي ما قلنا الدايرة ما فيهاش دخل. فاقدر ان انا ارسم المكثف اهو كده على طول ما بين الموجب والسالب اهو. وخد بالك ان المكثف ده مكثف كيميائي، سي 2 اهو قدامنا. عرفت منين انه مكثف كيميائي؟ الطرف مكتوب عليه ايه؟ موجب، يعني ليه قطبيه. فانت على طول ظلل الطرف السالب بتاع المكثف، والطرف السالب هنا اللي هو اللي تحت اللي متوصل مع السالب فنظلله. المكثف الثاني اللي هو سي 3 ما بين الموجب برضه وما بين السالب، اقسمه جنبه على التوازي. سي 3. وطبعا المكثف دوت علشان مكثف ثابت فمش محتاجين ان احنا نظلله. المكثفات الثابته حاجه من اتنين، يا اما ان انت تظلل اللوحين بتوع المكثف، يا اما ان انت تسيبهم فاضيين. والافضل ان انت تسيبهم ما تظللهمش عشان كتر التظليل ممكن يوسخ اللوحه. طيب كده رسمنا كل العناصر اللي موجودة في الدايرة. فاضل عندك ايه؟ كان في السؤال بيقول لك ضيف دايرة تغذية باستخدام اربع موحدات، الجزء اللي احنا سبناه تحت اسفل الدايرة. نبدأ نرسم فيه دايرة التغذية بسرعة مش هتاخد معانا وقت. ودايرة التغذية طبعا المفروض ان انت بتكون حافظها وعارف مكوناتها. انزل كده تحت الدايرة اللي انت رسمتها، دايرة المكبر، سيب يعني سنتي ونص كده مسافة مناسبة، وخد خط خفيف من بداية الدايرة اهو على اليمين، طوله في حدود كام؟ 25 سنتي كفاية. ما ترسمش دايرة التغذية من بدايتها لآخرها، دايرة التغذية صغيرة، العناصر اللي فيها مش كتير، فانت لو رسمتها من البدايه لحد نهايه الدايره فشكلها مش هيبقى لطيف. كفايه زي ما قلنا 25، وابدا ارسم دايره التغذيه اولها بيبقى ايه؟ محول، يعني ملف ابتدائي وملف ثانوي زي ما انتم عارفين. والملف يا اما ترسمه دوائر يا اما ترسمه مستطيل وتظلله، الاسهل لك اعمله. ادي الملف الابتدائي، الملف الثانوي نعمله اصغر منه عشان ده بيبقى محول خفض. الملف الابتدائي يعني طوله ممكن يبقى 4 سنتي، والملف الثانوي بيبقى اصغر منه 3 سنتي كفايه. والقلب الحديدي طبعا بين الملفين خطين متوازيين كده. الدخل طبعا هنا بتكتب 220 فولت اللي هو التيار المتغير. وبعدين ارسم لي بقى القنطرة، قنطرة التوحيد، ما هو قال لك باستخدام اربع موحدات. ادي الشكل بتاع القنطرة، والاربع موحدات خد بالك ليهم طبعا اتجاه وكلهم يبقوا باصين ناحيه اليمين،
اهو الموحدين اللي على اليمين اهمت باصين لبعض، والموحدين اللي على الشمال عكس بعض، الموحد اللي فوق باصص لفوق، ها، والموحد اللي تحت باصص لتحت. هتلاقي لو لاحظت كل الموحدات، ها، باصه ناحيه مين؟ ناحيه اليمين، عشان ما تغلطش وتعكس اي واحد فيهم. الطرف اللي على اليمين دوت بيبقى هو الموجب، والطرف اللي على الشمال السالب. الطرف السالب هتاخده وتنزل بيه لتحت عشان يتوصل مع السالب بتاع الدايره، والطرف الموجب هتطلع بيه لفوق اهو للخط اللي انت كنت راسمه، وكمل بقيه دايره التغذيه. مكثفين، ادي المكثف الاولاني، كيميائي ما بين الموجب والسالب اهو، وبعدين مقاومة، والمكثف الثاني كده، وبعدين في الاخر بنوصل الزنر. والزنر دوت طبعا فايدته تنظيم او تثبيت الجهد زي الموحد، بس بنعمل له شرطه كده صغيره، ونكتب اسامي العناصر ديت. طبعا في الدايره فوق كان في عندك لحد الموحد دي ثلاثه، ممكن ترقم بعضهم. بقى دي اربعه، ودي خمسه، ودي سته، ودي سبعة. المكثفات، آخر مكثف في الدايرة كان سي أربعة، رقم بعده يبقى سي خمسة، والمكثف الثاني سي ستة. المقاومة، آخر مقاومة في الدايرة كانت آر 11، هنرقم ديت تبقى آر 12. الزنر طبعا مفيش إلا هو، هنكتب اسمه زد دي. فاضل بس إن احنا نوصل الطرف الموجب مع الطرف الموجب اهو، الطرف الموجب بتاع دايره التغذيه هناخده ونطلع بيه لفوق. والطرف السالب تحت اهو ممكن نعمل له ارضي لو في خط زياده، تمسحه ما تسيبش كده خط زيادة في الدايرة. كده احنا حولنا الدايرة كلها اللي قدامنا، وضفنا دايرة التغذية زي ما قال لي في السؤال. وناخد بالنا ان دوائر التغذية فيها انواع مختلفة، يعني دي دايرة تغذية باستخدام اربع موحدات، في دايرة تغذية باستخدام موحدين وكنا رسمناها قبل كده، وفي دايرة تغذية ممكن يبقى فيها بدل الزنر يبقى فيها دايره متكامله صغيره لتنظيم الجهد، بتبقى مستطيل صغير تتحط هنا مكان الزنر، خلاص، بس تتحط فوق على الطرف الموجب. بيبقى ليها ثلاث اطراف، الطرف الاولاني اللي جاي من المقاومه ار 12، والطرف الثاني خارجها اللي بيطلع للموجب، والثالث اللي في النص بينزل للسالب. وصلنا لنهايه الحلقه، وبطلب منكم ان انتم ترسموا الدايرة ديت طبعا، ونرسمها في إطار كبير، ويا ريت نرسمها في لوحة نعملها في إطار 35 × 25، وممكن تبعتوها لنا برضو على التعليقات بتاعة الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. القناة طبعا كلكم عارفينها، قناة مصر للتعليم الفني، قطاع التعليم الفني. ولو في أي ملحوظة أو في أي استفسار ابعت واسأل، وإن شاء الله هنرد عليه. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.